إلى ذلك شنت قوات الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا هجوما على مواقع ميليشيا الحوثية الانقلابية في تباب المقرمي والجعشة والسلال وذلك شرقي المدينة. وينضم إلينا أركان القطاع أركان قطاع أو حرب قطاع اللواء الثاني السيد أحمد محمود قطاع 22 ميكا. طبعا أهلا وسهلا بك سيد أحمد. يعني الجيش الوطني يشن هجوما على مواقع للميليشيا بشكل شامل بأكثر من جبهة. ضعنا على التفاصيل الهجوم الأخير الذي حدث في الجبهة الشرقية بمدينة تعز. أهلا وسهلا بكم. شن الجيش الوطني موسم بقطاعاته الثلاثة، القطاع الأول والثاني والسادس، هجومات متعددة لفترة الآن تتراوح إلى اليوم 13 على التوالي، وقد دشن قبل أيام المرحلة الثانية، والآن التقدمات مستمرة ولله الحمد. الأبطال يتقدمون يوميا جهة جبل الجعشة وجبل المقرمي وجبل السلال. قرى كثيرة، تباب كثيرة، مناطق وعرة، لكنها تذلل أمام همم أفراد الجيش الوطني. نعم، لكن أيضا تتكرر محاولات الانقلابيين ودائما ما تكون متواصلة ربما والأهداف وهادفة إلى إحداث أيضا خرق في محيط معسكر التشريفات وكذلك القصر الجمهوري، وطبعا دائما ما تبوء بالفشل. لماذا كل هذه المحاولات من قبل هذه الميليشيا؟ الميليشيات تحرص أن تعيد ماء وجهها في مدينة تعز التي لم تستطع أن تحقق فيها أي انتصار، خاصة في المنطقة الشرقية، بفضل الله ثم بفضل الأبطال المرابطين ليلا نهارا لتنام المدينة بأمان. المنطقة مهمة جدا، القصر الجمهوري، معسكر التشريفات، مؤخرة الحرس، مناطق تهم الحوثة والميليشيا الحوثية بشكل كبير. نعم. كي يعيدوا ماء وجههم ويعودون للصدارة، لكن الأبطال في وجههم دائما ويردوهم مدحورين. يوم أمس شن الأبطال هجوما شرسا في ما بعد القصر والتشريفات وكبدوا العدو خسائر كبيرة. نعم، مدفعية الجيش طبعا دكت مواقع هذه الميليشيا، لو تحدثنا بشكل أكبر حول الخسائر التي تكبدتها تلك الميليشيات. المدفعية هذه الفترة الأخيرة يعني أصبحت تكبد العدو خسائر كبيرة في العتاد وفي الأسراد، أشلاءهم تتطاير في الجبال، عرباتهم، مدرعاتهم، دبابة، مدفع 23، رشاشات ثابتة ومتحركة يتم استهدافها بالمدفعية المباشرة والمدفعية من خلف السواتر. خسائرهم كبيرة. يأتينا أخبار من مناطق الحوبان وما بعد الحوبان أن الأطقم مليئة بالجثث ومليئة بأشلاءهم، والتوابيت ممتلئة في أرجاء إب ومستشفيات إب. نعم، كما عهدنا كذلك من الميليشيا بأنها عندما تفشل تقوم بقصف الأحياء السكنية المليئة بالأبرياء داخل مدينة تعز. هل لديك معلومات حول نتائج القصف المستمر والأخير من قبل هذه الميليشيا على الأحياء السكنية في تعز؟ غالبا الميليشيا هذه المعتدية تعود وتفرغ غضبها وجم غضبها على الأحياء السكنية، فإذا تكبدت الخسائر الكبيرة وباءت بالفشل تقوم بقصف المدينة قصف عشوائي لا تراعي فيها المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن ولا المؤسسات ولا البيوت والمنازل ولا المدارس. قصف عشوائي ينال كثيرا من الأطفال والنساء، إن كانوا رجالا وإن كانوا أصحاب هدف فليواجهوا الأبطال في المتارس ليس في أوساط المدينة. أركان حرب القطاع الثاني للواء 22 ميكا أحمد محمود، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.